بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات والذي يصادف يوم 14 مارس من كل سنة، قام تلاميذ مؤسسة الأنوار بعدة أنشطة لإحياء هذا اليوم، منها المسرح والرسم والتلوين وإنجاز مجسمات وأشكال هندسية ومسابقات وتقديم عروض لتعريف بمادة الرياضيات وأهميتها في حياتنا اليومية. تمثل الرياضيات في يومنا هذا بفضل تطبيقاتها التقنية متعددة ابتدائية، ويرمز له بحرف اليوناني بي، إنه عدد غريب صار يشغل بال العلماء منذ اكتشافه. الاهتمام وقف العلماء عن هذا الحد اهتمامهم، حيث قاموا بعدة حملات لمنحه المزيد من الاعتراف الدولي، وهكذا أصدر في 26 نوفمبر 2019 بيانا صحافيا من طرف منظمة اليونسكو يقرر بأن يكون 14 مارس وهو العدد بي اليوم العالمي للرياضيات للاحتفال بجمال وأهمية الرياضيات في حياتنا ودورها الأصيل. اليوم العالمي للرياضيات يعتبر بمثابة فرصة لتشاطر المعارف التي بلورها الرجال والنساء على مر التاريخ، فهو يهيئ مساحة الإبداع والتشارك وتحفيز الأجيال المقبلة، وجعل الرياضيات مصدر إلهام بالنسبة إليهم. من بين أهداف هذا اليوم، أولاً توضيح دور الرياضيات في المجتمع المنظم والحديث ومنها الأدوار الاقتصادية والمالية والصحية. ثانيا، يعمل على تجويد التفاهم بين كل الناس وخلق المساواة بين الرجل والمرأة. ثالثا، التركيز على أهمية البحث الأساسي في كل العلوم الرياضية. رابعا، رفع الوعي العام بالرياضيات ورفع التواصل والتعاون الدولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من استوديو قناتكم مدرسة الأنوار الخاصة. تلقينا اليوم خبر محاكمة مادة الرياضيات بالمحكمة الابتدائية بمدينة رباط، ونربط الاتصال بمراسلتنا مباشرة من قاعة المحكمة. معنا الأخت ياسمين، هل تسمعينني؟ نعم أسمعك. نحن الآن في قاعة المحكمة وفي قلب الحدث، ننتظر الحكم النهائي في التهم الموجهة لمادة الرياضيات. أترككم مع باتشين حيم مباشر من قاعة المحكمة. محكمة، ما هي أقوالكم أيها المدعون؟ مدعي الأول، ارحمني يا سيد القاضي من هذه المادة، إنها صعبة جدا، وماذا سأستفيد منها؟ مدعي الثاني، نعم يا سيد القاضي، ما الفائدة من هذه المادة؟ أنا أعرف الجمع والطرح والضرب والقسمة. مدعي الثالث، أما أنا يا سيد القاضي فأنا رأسي يؤلمني من كثرة الرموز والقواعد والنظريات. أين هو محامي المتهمة؟ أنا هنا يا سيد القاضي، إن موكلتي بريئة من كل التهم الموجهة إليها من طرف هؤلاء التلاميذ، ولا يوجد أي دليل بإدانتها. هذا افتراء من المدعين على موكلتي. ماذا تقولين يا مادة الرياضيات فيما نسب إليك؟ أنا بريئة يا سيد القاضي، أنا بريئة من كل هذه التهم. انظر يا سيد القاضي، انظر يا تلاميذ، كل ما حولنا يحتاج للرياضيات. تسبروا يومكم من الاستيقاظ إلى النوم، تسجدون أنكم لن تتخلون عن مادة الرياضيات في حياتكم اليومية. عندما تحسبون نقطكم ونقودكم وتقيسون الأطوار والمساحات والحجوم، والطبيب عندما يقيس ضغط الدم والسكري، والمهندس عندما يرسم ويخطط لبناء جسم أو مبنى، كل هذه الأمور وغيرها تدخل فيها الرياضيات. وأنت من تقول أنك تعرف الجمع والطرح والضرب؟ هذا يعرفه عامة الناس، ولكن الرياضيات لها مجالات كثيرة، وكل درس تدرسه في كتابك فما هو إلا جزء صغير من فرع المشروع
أيتها المراسلة، هل تسمعينني؟ أين وصلت نهاية الجلسة؟ نعم أسمعك. بعد الجلسة قضيت في مداولة، وبعد لحظات سيكون محكمة. بعد المداولة حكمت المحكمة ببراءة مادة الرياضيات والحكم على التلاميذ بالمذاكرة وإنجاز بحث حول أهمية مادة الرياضيات. رفعت الجلسة. كما تتبعتم معنا مشاهدينا، قد تبتت براءة مادة الرياضيات من كل التهم موجهة إليها من طرف التلاميذ، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. مع السلامة. تعتبر الرياضيات من بين أهم العلوم التي تدرس، ويطلق عليه أساس العلوم، أساس المواد العلمية، ولذلك لدى الرياضيات أهمية كبيرة في حياتنا اليومية. ومن بين أهم علماء الرياضيات عام 1921، وذلك لتفسيره ظاهرة التأثير الكهروضوئي، ولد أينشتاين في مدينة أولم التي تقع في ولاية بادن فورتنبرغ في 14 من آذار من عام 1879، وتوفي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1955 عن عمر يناهي 76 عاما. أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ولد في 18 فبراير 1201، وتوفي في 26 يونيو 1274، المعروف باسم نصير الدين الطوسي، عالم رياضيات وفلك وأحياء وكيمياء ورياضيتي وفيلسوف وطبيب فيزيائي ومتكلم ومرجع شيعي فارسي. ونجد من أول من عمل بالرياضيات أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، عالم رياضيات جغرافية، وقيل قد توفي 232 هجرية، أي بعد 847 ميلادية. ونجد معلم روبرت مانشستر حوالي عام 1145، ودخلت على إثر كلمات جديدة مثل جبل جبرا وصفر زيغو إلى اللاتينية، وترجم بعد ذلك على يد العالم جبرادو كريموني، وبترجمة ثالثة على يد الإيطالي غيوم ديرونا. الأرقام ليست أعداد، وإنما هي أشكال تكتب بها رموز الأعداد، وإذا كانت الأعداد ليست لها آخر فإن الأرقام عددها 10، وهي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، رمز الأرقام العربية، منها الرقم 5 والرقم 2. والأرقام العربية تطلق في سلسلة الأرقام المستخدمة في العالم. الوقت كالسيف، إن لم تقطع قطعك. هذا المثال من أشهر الأمثلة في الوطن العربي، ومنذ أقدم الحضارات كان لدى الإنسان سحر خاص مع الوقت وكيفية التعرف عليه وقياسه وتنظيمه. فمنذ أن أدرك الإنسان مفهوم الوقت أن الحاضر والماضي شيئان مختلفان، بدأ السعي لمعرفة الوقت باستخدام وسائل مختلفة وعمل على تطويرها وتحسينها إلى أن اخترع الساعة. كانت الحضارات القديمة تستخدم سبلا مختلفة لمعرفة الوقت بأي أداة متوفرة، فقد تعلم الإنسان القديم معرفة الوقت عن طريق ملاحظته ودقة انتباهه إلى الدورات الطبيعية مثل دورة الشمس ودورة القمر والفصول الأربعة. كان السومريون هم أول الشعوب التي اهتمت بالوقت، فقد نجحوا في حساب السنة من خلال الشمس، فقسموا العام إلى 12 شهرا، واعتمد المصريون على القمر لتحديد الزمن، دور كبير في اختراع الساعة المائية والرملية. هناك أنواع كثيرة من الساعات ظهرت عبر الزمن، نذكر منها الساعة الشمسية
تعد الساعة الشمسية من أقدم الساعات، تعتمد على ملاحظة الدورات الطبيعية التي تحدث في السماء، وكانت عبارة عن شواهد صخرية أو دوائر عملاقة مصنوعة من الحجر أو من مواد أخرى. الساعة المائية، حيث يعرف الناس الوقت عن طريق النظر إلى كمية الماء المتبقية في الوعاء. تتكون الساعة المائية من إناء مملوء بالكامل بالماء وثقب صغير في قاعدته، وذلك صمم ليسمح للماء بالتسرب من خلاله. الساعة الرملية، مع بداية القرن الرابع عشر كانت تستعمل بنفس طريقة الساعة المائية، وهي عبارة عن تفاحين زجاجيتين متصلان من خلال عمق صغير في الوسط. بانتقال الرمان من الجزء العلوي يدرك المرء أن فترة زمنية معينة قد مضت. الساعة الميكانيكية، في سنة 1275 تم اختراع أول ساعة ميكانيكية في إنجلترا. كانت ساعة بدون عقارب تقارب 15 دقيقة في كل يوم. الساعة البخورية، الساعة البخورية عرفت في الصين واليابان في القرن السادس عشر ميلادي، وبقيت مستعملة حتى بداية القرن العشرين. ساعات الجيم بدأت في الإنتاج في أواخر القرن السادس عشر، ولكنها ظهرت بشكل واسع وبشكل أفضل في سنة 1680، وبتطور التكنولوجيا والتي سمحت للناس أن تملك ساعاتهم وينتقلون بها إلى كل مكان. فقد كان ظهور أول ساعة يد سنة 1812 من إهداء وصنع أبراهام لويس بريدجت سويسري فرنسي لملكة نابولي في إيطاليا، فكانت موضة في هذا العصر، فجعل من ساعة اليد شيئا خاصا بالنساء فقط طول القرن بأكمله حتى دخول الحرب العالمية الأولى، مما غير هذه الفكرة بشكل كبير، وأصبحت منتشرة لكل الجنسين. بدأت الرحلة في تطوير الساعات حتى ظهرت الساعة الرقمية ثم الساعة المتصلة بالهاتف المحمول، فلم تعد تقتصر على معرفة الوقت فقط. Je suis le carré, j'ai quatre sommets, j'ai quatre côtés, tous mes côtés sont de même mesure. J'ai deux diagonales perpendiculaires se coupant au milieu. J'ai quatre angles droits, ma surface est égale côté fois côté, mon périmètre est égal côté fois quatre. Bonjour, je suis le rectangle, j'ai quatre angles droits. Quatre sommets, les côtés opposés sont égaux. Les diagonales se coupent dans le milieu. Le périmètre est égal la longueur plus la largeur fois 2. La surface est égale longueur fois largeur. Bonjour, je suis le trapèze. J'ai une grande base et une petite base. J'ai deux hauteurs. Mes diagonales se coupent au milieu. Ma surface égale petite base plus grande base fois l'auteur divisé par 2. Mon périmètre égale la largeur plus petite base plus grande base plus n. Bonjour, je suis le zonge. J'ai quatre côtés sont de même mesure. Et mes diagonales se coupent dans le milieu et sont perpendiculaires. J'ai deux angles aigus et deux angles obtus. J'ai deux axes de symétrie. Mon surface égale de petit diagonale fois le grand diagonale divise par 2. Mon périmètre égale côté fois 4. Bonjour, je suis parallélogramme. J'ai quatre sommets.
j'ai deux angles aigus et deux angles obtus. Mes côtés opposés sont parallèles et de même mesure. J'ai deux hauteurs. Ma surface égale la longueur fois la hauteur. Mon périmètre égale la longueur plus la largeur fois 2. Bonjour, je suis le triangle. J'ai trois côtés et trois sommets et trois angles. La somme des angles du triangle est égale 180 degrés. Ma surface égale la base fois la hauteur divisé par 2. Mon périmètre égale la base plus la largeur plus 1.